سيشهد التاريخ أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي رقص برلمانها نصرة لفلسطين، نصروا فلسطين بالشطيح والرديح في البرلمان وبالخطابة الوعرة، ولم ينسوا بالمرة أنهم يذكروا ببطولات الجزائر والمجاهدين وفلسطين زي الجزائر، والجزائر زي بس احنا مر دوزنا الاستاج ده والله العظيم. بل أن وزيرهم أحمد عطاف وزير الخارجية الذي لم يفعل شيء، الذي كان في أمريكا وقت القصف ولم يتفوه بكلمة، الذي عقد مؤتمر الأوروبي الإفريقي طوال أسبوع ولم يتفوه بكلمة، ومؤخرا قال لك أرجعنا مؤتمر تاني كانوا عاملينه لأن مواقفهم مش عارف ماله. طب وفي الأسبوع الأول كانت مواقفهم إيه؟ ده بالعكس، ده دلوقتي تغيرت المواقف الأوروبية، أما في الأسبوع الأول كانت المواقف تعر وتكسف لجميع الدول الأوروبية وكنت عاقد لاجتماعات عادي. المهم أنهم رقصوا في البرلمان رقصات مثيرة دعما للقضية الفلسطينية، تماما كما باقي الجزائريين الذين يرقصون نصرة لفلسطين. وهوريك دلوقتي الشارع كالبرلمان والبرلمان كالشارع، وكلهم في البؤس راقصين شغلتهم يدعموا القضايا بالرقص كما هي عادتهم. الأول شوف البرلمان وهو بيرقص قبل ما تسمع كلمة أحمد عطاف وهو بيرقص برضو، وقبل ما أوريك الشارع الذي لم يفرق عن البرلمان وهو بيرقص برضو، وغزة تباد بالكامل. شوف واستنى أحكي لك الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أديك شفت الرقص، فلسطين كان ينقصها بعض الرقص بحال هذا، والمجتمع الدولي منتظر لرقص الجزائريين في البرلمان. رقصة هؤلاء البهاليل ستقلب الموازين عالميا، وقد تؤدي هذه الهتافات الجيش والشعب مع فلسطين ربما تؤدي إلى تراجع إسرائيل خوفا ورعبا من الجيش الجزائري، ربما فهموهم كده. ما هم دول ما تستبعدش عنهم حاجة، هؤلاء البهاليل الذين توسعوا وعنطروا في الخطابة في البرلمان وكل واحد في كلمته قال ما تيسر من السب، إضافة إلى التذكير بقوة الجزائر وشعب الجزائر ونضال الجزائر واغسل فمك قبل أن تتحدث عن الجزائر بما فيهم وزير خارجيتهم الذي لم يتفوه بكلمة لما كان في أمريكا أو في أوروبا أو حتى من الجزائر إلا طنطنات خاوية، حتى اللي قالوا في البرلمان في الخلا ما هو إلا طنطنات خاوية. اسمع. على الصعيد الدبلوماسي تواصل الجزائر مساعيها الحثيثة إقليميا ودوليا لدعم المطالب المستعجلة التي يفرضها الوضع الراهن، والتي تتعلق أولا بفك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما، ثانيا وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، ثالثا وقف التهجير القسري للسكان، ورابعا السماح بإغاثة أهل غزة دون قيود أو شروط. أيوة، قال إيه؟ عنتر جبنة. عنتر جبنة ده قال إيه؟ ولا حاجة ولا أي حاجة. قال اللي يقوله أي حد في الشارع، إنما وقف في البرلمان الجزائري يطنطن ويعنتر وتمخض وولد لا شيء أي شيء. إنما خلينا في الرأس، والرأس دار في البلد عمال على بطال، والكودية لبست شنب وتحزمت بعقال، ومين يحب النبي سقفة كمان يا عيال. الشعب بتاع الرقصين في البرلمان ده، شعب الرقصين في البرلمان ده يزايد على كل الشعوب، ما خلى حد وبالذات المصريين. يا مصروة يا اللي صفاتكم
حلوا الحدود يا مصاروة، المصاروة الخونة للقضية، المصاروة الصهاينة. طب وانتوا بتعملوا ايه؟ زيهم زي البرلمان كده. الرأس ما بيحررش شعوب ولا بيحسم قضية ولا بيحسم معركة يا قرقور، يا قرقور يا محجور، الرأس مش مفيد في المسألة دي. وإذا كنت راقصا وتظن أن الحروب رقص وهشك بشك، فرجاء رجاء سيب الحروب للي يعرفوها. أنتم دخلتم حروب سحقتم فيها، الحروب الوحيدة التي دخلتها سحقت فيها كلها، لا بطولة لكم ولا شرف لكم ولا عمر كان لكم شرف على شيء إلا العنتريات. الجندي الإسرائيلي بيشوف الجندي الجزائري يعملها على روحه، والجندي الجزائري مع أن ما عرفش الجندي الجزائري لم يحقق إلا الهزيمة والخسارة في حروبه مع المغرب. والله العظيم تاريخه كله كده. قول لي أنت انتصار تاني حققه إلا بالهضرة والكلام والقرقر قرقر 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 ولا أي حاجة. حتى انتصاره على فرنسا باستفتاء نعم أو لو باتفاقية، والله ما هو انتصار عسكري أبدا، والله ما هو انتصار عسكري أبدا، وهم يعرفون هذا. بل أن اتفاقيات إلى الآن مكتفة الجزائر والجزائريين، وبيقولوا أن احنا عار هذه الاتفاقية استمرارها إلى الآن، الجزائريين نفسهم اللي بيقولوا. فإذا كفى قرقر قرقر قرقر، وارقصوا ارقصوا بس ملكوش دعوة بينا، يعني ارقصوا وخليكوا بلادكم ارقصوا. وانا من ربما يكونوا الامريكان بيخافوا من الرقص او اسرائيل، احنا ما عندناش فكره بصراحه، يمكن بيخافوا من الرقص. ارقصوا ارقصوا وهيصوا وزقططوا واعملوا بالرايات وتنططوا زي الزعطيط براحتكم براحتكم، انما لا تزايدوا على احد، فلم تفعلوا شيء الا الرقص. حتى مظاهرات زي عباد الله تبين موقف شعبي لم نرى منكم، مظاهرات زي خلق الله لم نرى إلا مظاهرات الخميس الراقص برضو الخميس ورقصوا وقعدوا يعملوا حركات بهلوانية. يعني حتى المظاهرة التي لن تكلفك شيء ما قدرتش تعملها بسبب تحذيرات الناس لعبد المجيد، المخابرات لعبد المجيد بطيخة، بأن الوضع الداخلي بيغلي ولو خرجوا مظاهرات هيمرمدونا. فعمل مظاهرات يوم الخميس بحماية الجيش 4 ساعات ومشاهم وانتهى الموضوع، وقلبت برضو بالسكر فين والدقيق فين والحليب فين وجوعتونا وعملتونا، وانتهت دلوقتي بنضال الرقص. كل واحد مقاسه بان في المعركة ومقاسه بان ساعة الجد، في اللي بعت بدون ما يستنى، في اللي بعت مساعدات بعد 20 يوم، وفي اللي اختفى 14 يوم وطلع كأنه والد ثم ظهر لنا بعد 24 يوم يطنطن تاني ثم رقصوا في البرلمان. كل واحد بان هو عمل ايه. فلا نسمح مستقبلا لقرقور يجي زايد علينا تاني، اتفضحتوا واتفقستوا واتفرشتوا وبان حجمكم وبان مقاسكم. صغار وستظلوا صغار كما كنتم صغار دائما، اما بالكلام او بالرأس او بكبس كبس، عنترياتكم كلها عار ولم تفيدوا احد في شيء. كل عنترياتكم كلام وكل حياتكم كلام في كلام، فلا تزايدوا علينا. عيش حجمك يا قرقور، عيش حجمك يا قرقور. جات الأيام والحمد لله أثبتت ما كنا نقوله ده أولا، أثبتت أنكم ظاهرة صوتية للكل ده ثانيا، أثبتت أنكم سفلة ما عندكم إلا الهضرة الخيبة ده ثلاثة، 4 رقصين ونضالكم كله رأس وحياتكم كلها رأس في رأس، من رئيس الدولة إلى البرلمان إلى الشعب. كفاحكم ونضالكم ما هو إلا رأس، فارحمونا من الرأس كفاية ملينا. لا تخرج قبل أن تقول صفخص على دي رقصين. دي الحكاية. شوفكم على خير.